شن محافظ لحج أحمد التركي والوكيل الأول لمحافظة تعز عبد القوي المخلافي ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق وليد ردمان طريق هيجة العبد، وقال محافظ لحج إن هذا المشروع سيخفف كلفة النقل ويلبي الاحتياجات المعيشية ويسهل التنقل للمواطنين، كما سيسهم في فك الحصار واستكمال عملية التحرير للمحافظة تعز وارتباطها بالمحافظات الأخرى. في السياق ذاته أكد وكيل محافظة تعز عبد القوي المخلافي أن المرحلة الثانية من صيانة الطريق ستشمل إصلاح الأضرار من أجل مرور المركبات والناقلات إلى المحافظة. نحن اليوم مع الأخوة وكيل أول محافظة تعز ومدير صندوق صيانة الطرق نوضع حجر أساس لبدء العمل في هيجة العبد. طبعا هذا الطريق هي تعتبر شريان وطريق معثرة وطريق أصبحت ذو كثافة حركة الآليات بحكم انقطاع الخط، خط كرش وخط الضالع. نجسر مشروع هيئة العبد المرحلة الثانية الممول من قبل الحكومة اليمنية، وزارة الأشغال والمؤسسة العامة وصندوق صيانة الطرق. نحن نجسر اليوم هذا المشروع مع الأخ اللواء الركن أحمد تركي محافظ محافظة لحج.